بسم الله الرحمن الرحيم. مثل ما شفنا اليوم الحمد لله كان في لقاء طيب مع معالي الوزراء. تم مناقشة كثير من الأمور الخاصة بالوضع الاقتصادي وبعض اللي هي الخطط الاقتصادية والتعاون خلال الفترة القادمة، وتم كذلك استعراض دور دائرة التنمية الاقتصادية في عملية النمو الاقتصادي ومشاركتها في الاقتصاد الكامل بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة. استمعنا لكثير من الاقتراحات وبعض الأمور الخاصة بتطوير الوضع الاقتصادي في الإمارة مع معالي الوزراء. نتمنى إن شاء الله التوفيق للكل خلال الفترة القادمة. كذلك تم استعراض دور دائرة التنمية الاقتصادية في عملية طبعا إدارة الوضع الاقتصادي في الإمارة، وتم الاطلاع على البرامج الخاصة بدائرة التنمية الاقتصادية ودور الإدارات المختصة في عملية الدعم الخاص بالنسبة للاقتصاد في الإمارة، وتم تقديم شرح وافي عن دور دائرة التنمية الاقتصادية من خلال هذه الإدارات خلال طبعا الخطط المستقبلية إن شاء الله لتطوير الوضع الاقتصادي للدولة. ما في شك أن مثل هذه الزيارات تؤدي إلى توطيد العلاقات ووضع الخطط الاستراتيجية على المستوى الاتحادي والمستوى المحلي نحو تطوير الوضع الاقتصادي، وطبعا اللي هو التعاون مع الجهات مثل وزارة الاقتصاد وطبعا الجهات المختصة فيها نحو وضع خطط استراتيجية موحدة لتطوير الاقتصاد ونمو الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة.